لاجتثاث الإرهابيين والانفصاليين، عمليات عسكرية متواصلة بأطراف طوز خرماتو، ومساعا أمريكية لإعادة انتشار البيشمركة في كركوك. بحماية أمريكية الفاد عشية مركزون في وادي حوران والنقيب، ومطالبات بعملية كبرى لتطهير صحراء الأنبار. 4% فقط نسبة المستبعدين من الانتخابات بغربال المساءلة والعدالة والنزاهة، تتوعد المتاجرين بأصوات الناخبين. في كردستان اتساع رقعة التظاهرات على نظام الادخار الإجباري، وبغداد تنفي الاتفاق مع أربيل على تطبيقه. أهلا بكم. بما أنهم اختاروا الانفصال عن وطنهم وضمائرهم، اختارت العمليات العسكرية استئصالهم وتطهير المناطق من شرهم، ليبرهنوا أنهم وهميون كسيطراتهم وواهمون كداعميهم. فكلما أراد العراق لفظ أعدائه وتطهير الميادين منهم، ظهر الداعمون لنشرهم في ميدان آخر. فالعمليات تتواصل لقلع جذور الإرهابيين والانفصاليين في طوز خرماتو، والأمريكان يسعون لزرع البيشمركة في كركوك. وإذا ما وجهنا بوصلتنا إلى الأنبار، فإنها ستتجه نحو واديي حوران والنقيب لتكشف وجود ألفي داعشي. نعم عمر، إذن وجود ألفي داعشي برعاية أمريكية. المعركة غربال يسقط منه العدو ويصمت فيه ابن البلد كغربال المساءلة والعدالة الذي سقط منه المشمولون فيه. وإلى الشمال فالتظاهرات مستمرة ضد حكومة الإقليم احتجاجا على نظام الادخار الإجباري. بغداد تفضح أربيل بأنها تملك غطاء ماليا كافيا لإلغاء هذا القانون. كل هذا وأكثر تتابعونه في نشرتنا هذا، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. واصلت قوات الشرطة الاتحادية عملياتها العسكرية لتعقب فلول داعش الإرهابية في مناطق سليمان بيج شرق محافظة صلاح الدين. الفريق الركن رائد شاكر جودة قال إن القطاعات العسكرية تمكنت خلال العملية الأمنية في منطقة الافتخارات من تدمير أكبر مضافة للإرهابيين، فضلا عن ضبط مواد شديدة للانفجار. عاد عدد من العوائل النازحة إلى مناطق سكنها في محافظة كركوك، هذا وتم تأمين عودتهم من خلال توفير الحماية لهم من قبل الشرطة الاتحادية والدعم اللوجستي، فيما سيتم إعادة وجبات أخرى تباعا خلال الأيام المقبلة بعد إكمال استمارات النازحين للراغبين بالعودة وتدقيقها من قبل الجهات الأمنية. كل الخير ان شاء الله. والله حاضرين على بطل يا اخو اعزاء. ونعم ونعم ونعم، بارك الله فيكم. اي والله بارك الله فيكم. الغيبه شفناها والمعاناه المعاناه. الله يسعدكم. الحمد لله راحتكم. راحتكم ان شاء الله. رجيتوا زياره كلها والله كلها بس حصل حد جديد ان شاء الله. بس انما لنا سلامات. سلمت البيشمركة الكردية التحالف الدولي مقترحا بشأن إعادة انتشارها في المناطق المتنازع على إدارتها مع بغداد. رئيس أركان البيشمركة جمال أمينكي أوضح أن ملاحظات قوات البيشمركة تشير إلى ضرورة أن يعاد الانتشار المشترك في تلك المناطق كما كان عليه الوضع قبل عام 2014، مضيفا أن من المقرر أن تقوم كل من أربيل وبغداد ببحث هذا الأمر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من محافظة كركوك القيادي في التحالف العربي يونس الشيخ عاصي. بداية السلام عليكم ورحمة الله، كيف تبدو الأوضاع الأمنية في كركوك خصوصا في ظل العمليات العسكرية المتواصلة في طوز خرماتو ومناطق أطراف المحافظة؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بقناتكم
الموقرة. أولا بالنسبة للمسائل الأمنية في كركوك، كركوك تنشط وترى أن هناك أمنيا مستقرا في كل المناطق وخاصة المركز، وهناك القوات العراقية منها في الحويجة ومنها في الدبس أخذت دورها الأمني في استقرار الأمن داخل هذه المناطق، إلا أنه رغم هذا نحتاج إلى قوات مماثلة لتقوم بعمليات أخرى وتمشيط المنطقة من الخلايا النائبة الموجودة في مناطق جنوب غرب كركوك ومناطق طوس فورماتو من الإرهابيين ومن داعش ومن الانفصاليين، القوات التي أخذت تزعزع الأمن في أطراف كركوك. لذلك نعم. نحتاج ونطالب الدولة ونطالب الحكومة أن تكون على أهبة الاستعداد لتهيئة القوات قوات مماثلة لهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وأطرافها. طيب دعنا نؤطر هذا الحديث ونتحدث عن الأدلة والوثائق التي أثبتت تورط الانفصاليين الأكراد بعمليات اختطاف وقتل في كركوك. برأيك ألا يستدعي ذلك موقفا حازما تجاه هذه الانتهاكات أم ماذا؟ طبيعي على الدولة وعلى القوات المسلحة أن تراعي هذه المسألة وتحافظ على الأمن من خلال تنشيط عملية الأمن واستعداد القوات المسلحة لضرب أي جهة معينة تعادي الدولة، وأي أي نشاط مسلح معادي يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات بسرعة حول القضاء على هذه الزمر التي تؤدي أخيرا إلى زعزعة الأمن، وإنما وبما أن زعزعة الأمن يحتاج إلى أن تكون الدولة والدولة الاتحادية مستعدة لذلك، عليها أن تنشط قواتها وأن تتواجد قواتها في هذه المناطق خاصة المناطق الوعرة والمناطق التي فيها أحراش والمناطق التي تتواجد فيها الخلايا النائمة. طيب ولكن الأكراد يحاولون إعادة انتشارهم في المناطق المتنازع عليها بتأييد من الأمريكيين، يعني السؤال هنا لماذا تصر واشنطن برأيك على إعادة الأوضاع في كركوك إلى مربعها الأول؟ طبيعي بالنسبة للأمريكان لهم مصالح خاصة تهمهم، لهذا يريدون إعادة البيشمركة في المناطق المتنازعة، وأنا أظن أن وجودهم سوف يسبب إجراءات أخرى أو نزاعات أخرى في المناطق الذين يتواجدون فيها. نعم إذن القيادي، نعم القيادي في التحالف العربي يونس الشيخ عاصي كنت معنا، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات وهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية عدم امتلاكها إحصائية دقيقة عن أعداد المستشارين الأمريكان في العراق. عضو اللجنة شاخوان عبد الله قال إن عدد القوات الأمريكية قبل دخول داعش كان يتجاوز 4000 بقليل بين مستشارين ومدربين، مبينا أن هذه الأعداد زادت بعد إعلان الحرب على داعش تحت غطاء الحاجة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي. كشف رئيس كتلة الصادقون النيابية حسن سالم عن وجود 2000 إرهابي من جنسية مختلفة في محافظة الأنبار. سالم أوضح أن الإرهابيين لديهم خنادق ومعسكرات تحت الأرض يتدربون بها منذ سنوات في وادي حوران والنقيب، مضيفا أن القوات العسكرية وطيران الجيش لا يمكنهما الاقتراب من تلك المناطق كونها محمية من قبل القوات الأمريكية، مؤكدا أن جميع العمليات الإرهابية تنطلق من خلال هذا المكان. في غضون ذلك كشف النائب محمد الصيهود عن مشروع أمريكي سعودي لدعم عصابات داعش الإرهابية أو لدعم عصابات إرهابية جديدة قرب الحدود السورية العراقية. الصيهود أوضح أن السعودية تسعى إلى مؤامرة جديدة من خلال زج إرهابيين ضمن مناطق تواجد القوات الأمريكية في العراق، لافتا إلى أن الغاية من هذا المشروع هي إكمال الأجندات التي فشلت داعش بتنفيذها بعد اندحارها على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي.
كشف موقع جلوبال سيرج الأمريكي عن وثائق جديدة تكشف تورط الولايات المتحدة والسعودية بعملية الدعم وإيصال الأسلحة إلى المجاميع الإرهابية في العراق وسوريا. بعد يوم تتواصل الأدلة الدامغة التي تثبت تورط أمريكا والسعودية بدعم وتسليح داعش الإرهابي في العراق وسوريا، جديد تلك الأدلة تقرير لموقع جلوبال ريسيرج الأمريكي الذي كشف أن الأسلحة تم شراؤها من مستودعات دول أوروبا الشرقية وانتهت إلى أيدي داعش. وأضاف التقرير الأمريكي أن نسبة كبيرة من الأسلحة التي تم فحصها لم يكن مصرحا بها للنقل، ما يعني أن بنود المستخدم النهائي للولايات المتحدة والجيش السعودي أو الشرطة التي تستخدمها قد استهلكت بسرعة ولم يتم حتى شحنها إلى تلك البلدان المصرح لها باستخدامها في كثير من الحالات. وتابع الموقع أن أحد البنود كانت تتضمن صواريخ بلغارية من طراز بي جي تي 7 عيار 40 ملم. أكدت حكومة بلغاريا أنها صدرت هذه المادة إلى وزارة الدفاع الأمريكية من خلال شركة كيسلر بوليس سبلاي الأمريكية، وانتهت المطاف بتلك الصواريخ في أيدي داعش، مبينا أن العصابات الإرهابية في العراق وسوريا حصلوا على مواد كيميائية من سماسرة أتراك. وأشار التقرير إلى أن شركة كيسلر الأمريكية كانت قد تأسست في ولاية أنديانا عام 1975، ولا تعلن الشركة عن نفسها سوى أنها توفر المعدات لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية. ومع ذلك كانت هذه الشركة قد تعاقدت في السابق مع وزارة الدفاع الأمريكية لتزويد العراق بالأسلحة، ومن بعدها استمر عملها بتزويد داعش بذات الأسلحة. ولفت التقرير إلى أن ضخ الأسلحة إلى أيدي المزارعين الذين يعيشون في المناطق التي تحتلها داعش كان القصد منه وصولها في النهاية لأيدي الدواعش وحصولهم على أسلحة جديدة، أي أن الأمر لم يكن خطأ استراتيجيا في تصرف الولايات المتحدة والسعودية، بل كان متعمدا لزعزعة الاستقرار في المنطقة. فيما أضاف الموقع الأمريكي أن المواد الكيميائية التي استخدمتها داعش لإنشاء العبوات الناسفة وغيرها من المتفجرات المؤقتة قد تم شراؤها بالكامل تقريبا من خلال تركيا، حيث تشير الأرقام التسلسلية على الناقلات والأدلة لنفس الدفعة المستخدمة في عمليات الإنتاج الكبيرة إلى أن داعش قد تمكنت من الحصول على المواد الكيميائية بشكل كبير من السماسرة الأتراك، وهو ما يمنع أي إنكار لحكومة أردوغان من أنها كانت على علم بما تقوم به داعش داخل حدودها. مشاهدينا، معنا الآن عبر الهاتف من بغداد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن سالم. أهلا بك سيدي الكريم. بداية، كشفتم عن وجود 2000 إرهابي ومعسكرات تدريب محمية من قبل الأمريكان في وادي حوران والنقيب، هل هناك أدلة بهذا الشأن؟ ولماذا الرضوخ لمنع القوات الأمريكية الاقتراب من مناطق التواجد المذكورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة بلادي. لك التحية. يعني ما يجري في صحراء الأنبار وخصوصا في وادي القذف ووادي حوران من إعداد لمجاميع إرهابية جديدة يتراوح عددها ما بين 2000 إلى 2500 إرهابي من جنسيات أوروبية وعراقية. وهذا هو ليس حقيقة بالجديد، إنما كان الأمريكان يعدون لهذه الصفحة، واليوم على أبواب أنه انتهت صفحة عصابات داعش الإجرامية، اليوم إعداد لعصابات جديدة بدافع عدم استقرار أمن البلاد. يعني كثير ما كانت هناك قوات عراقية تريد مداهمة هذه المجاميع الإرهابية، لكن تصطدم بأن وجود أمريكان على بعد أمتار من هذه العصابات، وبالتالي تمنع وصول هذه القوات العراقية إلى هذه المجاميع الإرهابية. نعم. كذلك أنه حظر الطيران العراقي للوصول إلى مثل هذه المناطق. يعني كل هذا حقيقة يدلل على أن هناك عمل إرهابي جديد وتواجد لمثل هذه العصابات. جميل. الإرهابية. طيب. ومدعومة من قبل الأمريكان والسعوديين. نعم. نعم. يعني في هذا الصدد ما الذي يتوجب على الحكومة وأنتم كبرلمانيين فعله بشأن
وادي حوران والنقيب والدعم الأمريكي السعودي للإرهابيين. يعني حقيقة الوضع ينذر بغاية الخطورة، ولذلك الأصلح والعمل للقضاء على مثل هذه التواجدات الإرهابية هو العمل بعمليات عسكرية واسعة النطاق، أي اجتياح لهذه المنطقة وتطهيرها من هذه الزمر الإرهابية. يعني هو هذا الحل الذي حقيقة يؤمن البلد ويؤمن باقي المناطق المحاذاة إلى وادي القذف ووادي حوران. نعم، طيب سيد الكريم، موضوع أعداد القوات الأمريكية في العراق تشوبه الكثير من الضبابية، هل من إحصائية رسمية وما أسباب تواجدهم في ظل انتفاء الحاجة لهم؟ يعني هذا التواجد هو تواجد غير مبرر، وخصوصا بعد زوال عصابات داعش. اليوم لا توجد إحصائية دقيقة، بل هناك أكثر من 8000 يعني مقاتل جندي أمريكي، إضافة إلى كثير من القواعد، إضافة إلى كثير من السلاح والطيران. كل هذا حقيقة لا مبرر لوجوده، خصوصا بعد زوال هذه العصابات الإجرامية. يعني مثل هذا التواجد هو أنه البرلمان أعطى كلامه الواضح بخصوص قرار جدولة إنهاء هذه القوات، لكن حقيقة لم يوجد هناك أي استجابة من قبل القوات الأمريكية بانسحاب، وبالتالي هذا حقيقة يمثل خرق للسيادة العراقية. نعم، وضحت الفكرة أن عضو مجلس النواب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن سالم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لهذه المعلومات. أعلنت هيئة المساءلة والعدالة استبعاد نحو 4% من مجموع الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. الناطق الرسمي باسم الهيئة فارس البقور نفى تعرض الهيئة إلى ضغوط سياسية من أجل تمرير بعض أسماء المرشحين خلال عملية تدقيق ملفاتهم، مؤكدا أن الهيئة من واجبها تدقيق ملفات هؤلاء وبشكل دقيق لاستبعاد من يشمله قانون المساءلة والعدالة، سواء كان يعمل في جهاز قمعي سابق أو بدرجة حزبية. دعت هيئة النزاهة جميع الناخبين للإبلاغ عن الجهات والأشخاص الذين يقومون بعمليات بيع الأصوات. بيان للهيئة دعا المواطنين والإعلاميين إلى التعاون بالإبلاغ عن الجهات والأشخاص الذين يقومون بعمليات بيع الأصوات، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. هذا وأكد عدد من المسؤولين على أن بعض المرشحين للانتخابات يحاولون شراء بطاقات الناخبين لكسب الأصوات. حذرت عضوة التحالف العربي تحرير العبيدي من تلاعب المفوضية في كركوك بنتائج الانتخابات التي ستجرى بالمحافظة. العبيدي في تصريح لنشرة أخبار بلادي قالت إن عمل المفوضية يثير القلق والمخاوف أكثر من الوضع الأمني، داعية إلى متابعة الأمر ومعالجته فعليا. أول ولا نتخوف من الوضع الأمني بقدر تخوفنا من عمل المفوضية وخاصة مكتب كركوك. المشكلة في البطاقات الغير بطاقات النازحين الغير محددة، مشكلتنا بعدم اعتماد البطاقات الاهتمام ومعالجة مشكلة البطاقات المفقودة، وهناك من يتخوف ونسمع تعليقات انه ممكن ان البطاقات المفقودة اصحاب البطاقات المفقودة لن يسمح لهم بالمشاركة بالعملية الانتخابية. هذا ما يخوف. الوضع الأمني، الجيش والقوات الموجودة والقوات الأمنية الموجودة في محافظة كركوك تقوم بمهام عملها على أكمل وجه. تخوفنا من وعمل المفوضية، من معوقات عمل المفوضية وتأثيرها على سير العملية الانتخابية وتحقيق الاستحقاق الانتخابي بالنسبة للنازحين وبالنسبة للمواطنين في مدينة كركوك. نأمل أن يؤخذ بنظر اعتبار هذا التخوف وأن يكون هناك معالجة فعلية وواقعية لهذا. اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في محافظة بابل تواصل تدقيق معاملات المواطنين لمنحهم رواتب الرعاية، متهمة جهات سياسية متنفذة بكسب أصوات المواطنين من خلال توفير راتب شهري لهم. أحمد عماد والمزيد. يجلس هؤلاء المواطنين ينتظرون موعد مقابلتهم مع اللجنة العليا للحماية الاجتماعية بعد أن قطعت رواتبهم. يقول القاضي المختص ورئيس اللجنة أن جهات سياسية تحاول كسب الأصوات من خلال الافتراء على المواطنين بإعادة رواتبهم.
الغاية من هذا هو بين الهدف انتخابي والهدف يعني كسب سياسي، لأنه على حساب اللجنة. وعلى هذا الآن احنا في موسم انتخابي، والأشخاص اللي للأسف اللي يحاولون الوصول إلى المواطن بطريق بأي طريق، بما أنه هذا الإنسان مقطوع راتبه وهذا يشبث بأي وسيلة حتى يرجع راتبه، فيتم الاتصال. احنا حجزنا هذا الرقم وراح نفاتح الشركة لمعرفة عائدية هذا الرقم، وهذا الرقم طبعا متصل على المئات، لأن حسب ما أفهمني هذا الرجل اللي حضر الصبح أمامي أكثر من 7000 مواطن أعيدت رواتبهم بعد تدقيق وضعهم المعيشية. الكشف عن عشرات الأشخاص يتقاضون راتب الرعاية الاجتماعية رغم أنهم صاغ الذهب وتجار وموظفين. قطع خلال هذه الفترة صار حوالي 4 أشهر ماضي. وهسه جاي؟ هسه راح نجي الأستاذ قاسم. نعم للقاضي. راح نقول للراجع، هو خابرنا قال تجون. أريد من عنده والله يعطيني الراتب، لأن عندي 4 معوقين وياي ولا واحد يمشي، وده أخذك للبيت وأشوف الدنيا حتى أنا أزحف وأسوي لهم. نعم إحنا هذا من خلال عملنا اكتشفنا أنه أكو أشخاص، يعني ناس قلت لك، يعني أكو صياغ، أكو ناس تجار صياغ. نعم صياغ أكو ناس، أكو واحد عنده معرض مال مو معرض لا أكثر من واحد معرض سيارات، أكو ناس يبيعون سيارات بالأقساط يستلموا راتب مال رعاية، أكو موظفين لقينا، أكو شرطة لقينا، يعني أعداد أكثر من 1000 واحد إحنا ذول اكتشفناهم. وكما يقال أن صاحب الحاج أعمى، فمحاولات البعض السيطرة على الفقراء انتخابيا وتقديم الوعود والعهود لهم قد يضطرهم للجوء إليه، لكن الجهات المختصة أكدت على رفض هذا الأمر وأنه غير مقبول قانونيا. وتتحدث اللجنة العليا المعنية برواتب الرعاية الاجتماعية على أنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والانتخابية، مؤكدة على أن الأمر يسري وفقا للأطر القانونية والإدارية، متهمة جهات سياسية متنفذة بكسب أصوات المواطنين على حساب القانون. أحمد عماد، قناة بلادي، محافظة بابل. تيار الإصلاح الوطني في محافظة المثنى يواصل لقاءاته مع المواطنين للوقوف على معاناتهم، حيث اجتمع مع أهالي قضاء الحضر الذي يعد الأكثر محرومية لحثهم على المشاركة الواسعة بالانتخابات وتغيير الواقع. لم ينصف منذ عدة سنوات، فما زال قضاء الخضر والنواحي التابعة له في المثنى على وضعه المتعب من دون التفاتة حقيقية حتى سجل الأكثر محرومية. زيارة تيار الإصلاح الوطني له جاءت للإطلاع على معاناته والتي ما زالت تتصاعد بمؤشرات عالية. الدعوة لعشائره بالمشاركة بالانتخابات طرحت لتغيير الواقع الذي فرض عليه. مكتب المثنى عدة توجيهات من القيادة المركزية بأن إحنا نبدي نثقف الناس، فمن خلال زيارة العشائر والقرى والنواحي ومن خلال دخولنا المدينة بنبين لهم بأن الإنسان لازم يختار الشخصية المعروفة المهنية الكفوءة. دعوة تيار الإصلاح الوطني التي طالب فيها بمشاركة كبيرة لاقت التأييد الكامل مع تأكيدات بانتخاب الأصلحة بعد سنوات النسيان، فالجميع أصبح يدعو لمشاركة فاعلة، لا سيما وأن المرحلة السابقة كانت قاسية على أغلب المناطق. تنتخب الإنسان الكفوء الشخصية عنده نفوذ، يعني معروف بكل عمله، مو شرط احنا ندور تربيط شارع وغيره، لا هذني شغلات جانبية، لا الشيء اللي يقدم البلد يعني المحافظة مالتنا بكل مستوياتها الخدمية ولا غيرها. الناخب هو لازم اللي يختار، هو لازم يصحح إذا كانت أكو أخطاء بالمرحلات السابقة أو عثرات النظرة، يعني لا عندك أنت مرشح حسب بالنسبة مرشح تيار الإصلاح اللي نشوف إحنا أصلح وأكفأ إنسان مهني، البرلمان يحتاج يعني أقل شيء عنده أبجدية القانون. نرجو من المرشحين الجدد الذين إحنا نصر على أن نغير الوجوه التي ننتخبها أن تنظر إلى معاناة الفلاح العامل المحافظة بصورة عامة. مرة أخرى يكون للإصلاح الوطني الدور المهم في زيارة أقضية المحافظة، فهذه الزيارة طلع فيها عن كثب على معاناتهم، فضلا عن التعريف بأهمية الانتخابات. لم تكن الزيارة الأولى لتيار الإصلاح الوطني لهذه المناطق، لكنها كانت الأهم،
في الوقوف على احتياجات أبناء القضاء والذين يصرون على التغيير في الاستحقاق الانتخابي المقبل. من محافظة المثنى، علي حداد، بلاد الفضائية. تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعوة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية المقبلة في مدينة الظهران. بيان لمكتبه ذكر أن معصوم تسلم الدعوة عن طريق سفير السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمارية، مشيرا إلى أنها تتضمن مشاركته في أعمال مؤتمر القمة العربية 29 والمقرر عقدها في 15 من الشهر الحالي في مدينة الظهران. بحث الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية مع السفير الباكستاني لدى العراق ساجد بلال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين. بيان لمكتبه ذكر أن الدكتور إبراهيم الجعفري وخلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد بلال دعا إلى تكثيف الجهود لتفعيل المصالح ومواجهة المخاطر المشتركة والتنسيق في المجالات كافة وأهمها التعاون الأمني والاستخباراتي للحد من انتشار الإرهاب، فضلا عن زيادة عدد الزائرين للعتبات المقدسة. ومن جانبه أكد سفير باكستان ساجد بلال أن العراق وباكستان يتمتعان بصداقة متينة ولديهما جذور عميقة مشتركة، موضحا أن البلدين واجها وحشية الإرهاب وانتصرا في محاربته ودحره. نفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي وجود أي اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن نظام ادخار الرواتب. الحديثي أوضح أن الإقليم يتوفر لديه الغطاء المالي لهذا الأمر وإمكانية إلغاء هذا الإجراء بنحو كامل في المستقبل القريب، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية ليس لها أي علاقة بموضوع نظام الادخار الذي اتبعه الإقليم. هذا ودخلت تظاهرات كردستان يومها التاسع على التوالي احتجاجا على نظام ادخار الرواتب الذي أطلقته حكومة الأقليم. مراسل بلادي ذكر أن الآلاف من الموظفين خرجوا اليوم بتظاهرات كبيرة في مناطق عديدة من أقليم كردستان، مضيفا أن المتظاهرين رفعوا لافتة تطالب حكومة ناجرفان بارزاني بإلغاء نظام الادخار الإجباري كونه يسبب عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين. مع اتساع الاعتصامات في محافظة السليمانية المطالبة بإلغاء نظام الادخار، رفعت أحزاب المعارضة الكردية صوتها لمطالبة الحكومة الاتحادية بوضع يدها على ثروات المسؤولين الكبار الكرد وشمول الإقليم بهيئة نزاهة لمحاسبة الفاسدين. تقرير سمير هادي. بعدما اتضح أنه ليس بمقدور البرلمان والهيئات في الإقليم من محاسبة المسؤولين الكبار الفاسدين المتربعين على عرش السلطة، أصبح الصوت يعلو من أحزاب المعارضة يخاطب الحكومة الاتحادية بأن تضع يدها على ثروات المسؤولين الأكراد ضمن إجراءاتها الإصلاحية. هناك يعني نوع من التوجه السياسي وخصوصا في من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بانهم يمسكون بزمام الفساد داخل اقليم كردستان، لانهم لا يريدون ان يمشي الاصلاح السياسي كما يطالبها الاحزاب المعارضه، لكنه نحن يعني لدينا قناعة بأنه هذه العملية يحتاج إلى وقت ونحن مستمرين بهذا الوضع. فضيحة الفساد في الإقليم بدأت تظهر للعلن بشكل أوسع من السابق، ولعل أزمة الاعتصامات هي من أثارت هذا الأمر، كون الحكومة تحاول تطبيق نظام الادخار الإجباري بحجة عدم قدرة الحكومة على تسديد كامل الرواتب، في حين تقدر ثروات المسؤولين الكرد الكبار بمليارات الدولارات. رغم هناك الهيئة النزاهة في عراق عموما، لكن أنا أتصور الهيئة النزاهة للحكومة الاتحادية فيستطيع أن تراقب الفاسدين في إقليم كردستان العراق، لكن يعني مو في شتى المجالات، لكن في مجالات محدودة وخاصة في مجال توزيع الرواتب وإهدار المال العام. لو أنا بكاتك بساماني
في هذا الوقت الفساد أصبح له السطو على جميع مفاصل الدولة في العراق، وهنا في الإقليم أيضا سلطة الفساد والسرقات هي أوصلت الحال في كردستان إلى الاعتصام، ونحن نشد على أيدي حركة التغيير لمطالبتها الحكومة الاتحادية بأن تتدخل لمنع الفساد ومحاسبة المسؤولين. أصبحت المطالبات علنية بضرورة تواجد الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان وعلى رأس هيئة النزاهة لتقوم بمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين لعبوا بمقدرات الشعب الكردي. لقناة بلاد الفضائية، سمير هادي، السليمانية. احتجاجا على تردي الواقع الخدمي، نظم أهالي منطقة الفضيلية اعتصاما مفتوحا بهدف إنهاء معاناتهم المتراكمة وتوفير الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها. عبد الله نوري وهذا التقرير. سائم الوعود فقرروا الخروج والاعتصام. مدينة الفضيلية تنتفض احتجاجا على تردي واقع الخدمات والذي كان نتاجا لتراكم الفساد في بعض المؤسسات الخدمية والصحية التي يقع على عاتقها تأمين احتياجات هذه المنطقة. المتظاهرون طالبوا الجهات المعنية بضرورة إنهاء معاناة أهالي مناطق أطراف العاصمة التي يعيش من في كنفها وسط أتربة ونفايات تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية لأسباب يتصدرها الفساد وهدر مليارات الدولارات. لا تبليط، لا مدارس بها خير، لا مجاري، لا خدمات، يعني خدمات بلدية، وإحنا منطقة قاعد نعاني من هاي الأمور. الاسفلت هسه تبليط، صار شيء معجزة، صار شيء عند معجزة عند المسؤولين، هو مجرد اسفلت وطش على الشارع. ثانيا احنا المستشفى، مستشفى الفضيلية العام، صار من 2014 محالة، اخذوا الفلوس وانتهى المشروع. اوضاع مزرية يعيشها سكان هذه المدينة كأقرانهم من سكن في الأطراف والبوابات الرئيسية للعاصمة، فالرؤية تكاد تنعدم بسبب تصاعد الأتربة من شوارع غير مكسية منذ عام 1963. أما المدارس والمراكز الصحية فلا ذكر لها، فمنذ 4 أعوام وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الفضيلية العام ولم ينجز حتى الآن، يضاف لها مشروع ماء الفضيلية الذي شل مؤخرا لأسباب مجهولة. شوارع من سنة 1963 أو 62 هاي المنطقة اجت حكومات وأحزاب وغيره 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 نفس المنهج. الشارع الرئيسي مال الفضيلية انبلط وهسه بيه طسات، والشوارع الفرعية يعني من شبت عقلك يوقف، مجرد تراب، هاي المغربية تراب، يعني وضعية تعبانة كلش. المطالب كثيرة، البنى التحتية أهم ما يمكن عندنا، الآن عندنا مستشفى قد وضعوا له حجر الأساس من 4 سنين وتوقف العمل فيه نهائيا. مطالب عدة يأمل المتظاهرون تقديمها إلى مجلس محافظة بغداد، منها ربط شبكة صرف صحي للمنطقة بدلا من المجاري السطحية الملوثة للبيئة، وإكساء الشوارع الرئيسية والفرعية، واستحداث قسم بلدي للمنطقة لإنقاذها من أكوام النفايات التي جعلت من الشوارع أماكن للطمر الصحي. عبدالله نوري، بلاد الفضائية، بغداد. بهدف الحفاظ على المنجز الأمني بعد دحر الإرهاب، عقد أهالي ومسؤولو مدينة المدائن أو ما تعرف بسلمان باك اجتماعا لبحث السبل الكفيلة بتعزيز السلم الاجتماعي بين مكونات المدينة. زميلة رؤى الشمري والتفاصيل. التكبير فيها كان يعلو عند ممارسة الإرهابيين جرائمهم، لكن وبعد فرض القانون في قضاء المدائن استتب الأمن فيها منذ 5 سنوات. وللحفاظ على ما تحقق من منجز أمني اجتمعت الأطراف الأمنية بأهالي المدينة للتباحث حيال آلية توطيد السلم الاجتماعي بين مكوناتها. إعادة انتشار القوات الأمنية باعتبار اليوم جتها قوة تعزيز أضافية هي لواء من ألوية الحشد الشعبي اللي هو لواء 12، فسيكون عامل تعزيز القوات الأمنية، إعادة انتشار القوات الأمنية لمنع أي خرق لا سامح الله، مع العلم أنه لا توجد أي خروق في هذا القضاء، القضاء مستقر أمنيا وسلميا، وحتى على مستوى التعايش نسبة التعايش السلمي بين أهالي القضاء عالية جدا. المدائن حال حال العراق اللي مرت بهذه الفترة المظلمة، ونسأل من الله عز وجل أنه تعدت هذه الفترة، وهسه قضاء المدائن في قمة الأمن والاستقرار،
ونسأل من الله عز وجل أن يدوم هذا الأمن والأمان لعراقنا وإلى قضاء المدائن بصورة خاصة. بناء قضاء المدائن وتوفير الخدمات له يتطلب خبرات وكفاءات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال جلب أياد حريصة على إعمار بلاد نقية لا تعرف الفساد، ولذلك فالمدائن كلها أمل في العرس الانتخابي القادم. الشعب العراقي قادم ومستمر على تحقيق النجاح العملية السياسية وتحقيق انتخابات حرة للحكومة، بالتالي سيحقق أمان للمجتمع العراقي. للحفاظ على الأمن والاستقرار هناك ضرورة لتطبيع الأمن والاستقرار والقضاء على الطائفية لبناء وطن خال من الإرهاب. من بغداد رؤى الشمري، بلاد الفضائية. مؤسسة المرأة العراقية التابعة لتيار الإصلاح الوطني في العاصمة بغداد نظمت احتفالية بذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بحضور نخب تربوية وبحضور أسر الشهداء. لأنه أبو الفقراء والأيتام إليه تصبو أنظارهم على مر الزمان، احتفالية بذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أقامتها مؤسسة المرأة العراقية التابعة لتيار الإصلاح الوطني في بغداد بحضور نخب تربوية وأسر الشهداء. تم اليوم إعداد مهرجان مؤسسة المرأة العراقية فرع مدينة الصدر السنوي للذكرى، ذكرى الولادة الميمونة لصوت العدالة الإنسانية الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. وبالتالي علينا أن نستنهض القراءات لمولانا أمير المؤمنين، فما أحوجنا إلى مثل هكذا رجل في ظل هذه الظروف والإرهاصات التي يمر بها عراقنا العزيز. هذا اليوم يمثل يوم لا كمثله يوم، إن غزونا به على أحوالنا وأحوال يتامانا وأحوال أراملنا، نجده هو اليوم الوحيد الذي يجد فيه اليتيم ضالته ومنشوده وكل ما يعاني به، يجده متنفسا له ويجد أن الكل ينظر إليه بنظر الرحمة. كلمات وخطب تخللت الاحتفالية دعت إلى تجديد القراءات في سفر حياة الإمام علميا وعمليا، فهو خير من يقتدى بتجربته إنسانا وقائدا وإمام صدق مبين. يوم ولادة أمير المؤمنين هو منطلق أو ذكرى ليوم الأبوة في العالم، باعتبار أن علي بن أبي طالب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنا وأنت أبوي هذه الأمة. فأنا أعتقد أنه يعني كنا يوم ولادة علي بن أبي طالب هو يوم الأبوة، كما يوجد يوم آخر هو يوم الأمومة. احتفال بمولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا المولد الكبير اللي يدفعنا نحو الانطلاق لتحسين إحنا كتربية الواقع التربوي. هذا وشهدت الاحتفالية إطفاء شموع ذكرى المولد الميمون من أبناء الشهداء، تعبيرا يحمل رمزية الفكر الذي سار عليه شهداء العراق في طريق الحق والحرية غير مبالين بما جادوا، وعلى هذا الطريق يسير الخلف بعد السلف. حسين أحمد، قناة ولاد الفضائية. شاهدين جولة من الأخبار الرياضية مع الكابتن محمد مهدي. أهلا بك محمد. مساء الخير عمر ومساء الخير فرح. طبعا مساءكم بكل خير مشاهدين، أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية، لكن بعد هذه الوقت